التخويف بحزب البعث مش حقيقة، ليس حقيقة. حزب البعث انتهى، وحتى لو أراد من تبقى من قادته ومن تبقى من رجاله ومن عتاته، حتى إذا أرادوا أن يعودوا فسيختاروا لهم اسما آخر، لأنه هذا الاسم، يعني هذا الحزب باسمه ومضمونه، لم يعد قادر على أن يكتسب الحياة مرة أخرى في وضعنا العراقي الذي تعرف ونعرف. ولكن كما قلت لك، صدقني، الخطر الذي يداهم العراق ويداهم العملية السياسية يبدأ من الداخل، اللي هم يحاولون يحومون حوله ولا يواجهونه. يعني الفساد في الإدارة وفي السياسة والأنا والظلم والديكتاتورية، هذا هو الخطر الحقيقي الذي يداهم العملية السياسية والمرحلة السياسية التي نعيش. ولكن هم يأبون المصارحة والمواجهة.